خلال الفترة الحالية مصر بتستعد من خلال وزارة البيئة عشان تستقبل حدث عالمي، والفكرة فيه ان هو مش بس حدث عالمي، لا هو الحقيقة انه لأول مرة مصر تشهد هذا الحدث بل وتستضيفه، هو مؤتمر التنوع البيولوجي. عشان بس الفترة الجاية ان شاء الله هنسمع الموضوع المؤتمر البيولوجي ده او التنوع البيولوجي ده كتير. فببساطة شديدة جدا التنوع البيولوجي ده هو فكرة انك بتعمل مزج وحفاظ على الكائنات الحية والنباتات مع الحيوانات، وإزاي توفر بيئة متكاملة. ده يمكن يعني معنى مبسط جدا لفكرة التنوع البيولوجي. التنوع البيولوجي ده هو أي حاجة ممكن نعيش بيها، هو المية، هو الأدوية، هو كل الموارد الطبيعية اللي حواليك، هو الحيوانات، هو البيئة، هو التربة، كل حاجة. والفكره انه العالم كله الحقيقه مهتم جدا بفكره البيولوجي ده والتنوع البيولوجي ده. احنا في مصر ما كناش عندنا قوي الوعي ده، لكن فكره انه مصر تشهد هذا المؤتمر، خليني اقول لحضراتكم كمان انه هتكون مصر هي اول دوله عربيه وافريقيه هتتراس هذا المؤتمر على مدار عامين 2018 2019. ده هيتزامن مع مرور 25 عاما على الاتفاقيه، اتفاقيه التنوع البيولوجي. في بنتكلم على 196 دولة حول العالم هتشارك في هذا المؤتمر، وأكثر من 5000 مشارك من حكومات وخبراء وعلماء ومن ممثلي مجتمع مدني في دول كثيرة جدا. زي ما قلت لحضراتكم مصر هي أول دولة عربية وإفريقية ستترأس المؤتمر على مدار 2018 لغاية 2020، عفوا مش 2020، مش لغاية 2019، من 2018 ل 2020. والحقيقة أنه التنوع البيولوجي ده يعني المؤتمر نفسه هيكون من أحد أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة في المجال ده، مجال التنوع البيولوجي. الشعار بتاعه هيكون الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل صحة، من أجل صحة ورفاهية الإنسان وحماية الكوكب. فشوف حضرتك مدى أهمية أنك تفهم وتعرف أكتر يعني إيه تنوع بيولوجي. الكوكب نفسه، كوكب الأرض نفسه كله على بعضه كده، يمكن أن تحميه إذا ما فكرت كيف تحمي البيئة التي نعيش بها. تعالوا نشوف مع بعض هذا الفيديو اللي يمكن فيه كده معمول بشكل مبسط جدا، وفي يعني زي بروموشن أو ترويج كده للمؤتمر مع بعض الكلمات اللي زي ما قلت لحضراتكم، فكرة التركيز على المية، على الهواء، على البيئة، على التربة، أي حاجة ليها علاقة بالبيولوجي أو التنوع البيولوجي اللي المفروض إن احنا حقيقي بجد نبدأ نهتم جدا بيه الفترة الجاية. تقدر تعيش من غير أكسجين؟ تقدر تعيش من غير أكل؟ تقدر تعيش من غير مية؟ تقدر تعيش من غير أدوية؟ تقدر تعيش من غير ملابس؟ من غير التنوع البيولوجي ما نقدرش نعيش. تستضيف مصر ولأول مرة في إفريقيا والوطن العربي وبرعاية ومشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة أكثر من 195 دولة يبحثون معا سبل الحفاظ على الطبيعة وتنوعها البيولوجي من أجل حاضر ومستقبل كله رخاء. تستضيف مصر مؤتمر التنوع البيولوجي 14 شرم الشيخ من 13 إلى 29 نوفمبر 2018. مساء أمس الخميس